أطيب تحياتي وأهلا وسهلا بكم. قبل البدء تحذير، هذه الحلقة تحتوي على الكثير من الموسيقى للناس اللي بتخاف من الموسيقى. ثانيا، الحلقة تحتوي أيضا على كلام كعادة هذه الحلقات اللي عم تنزل حاليا برمضان، ولكن أيضا كتعليق على هذا الموضوع. الناس اللي عم تنزعج من هاي الفيديوهات، التصميم والبرمجة وعالم التكنولوجيا بالمجمل، ليس فقط برامج، ليس فقط فوتوشوب وإليستريتر، يلي عم يبحث عن هذه الأمور. أنا سجلت على القناة دروس للبرامج، لأغلب البرامج اللي نحن بنحتاجها، وسجلت كمان عن نظريات التصميم وقواعد التصميم. لذلك حتى لو بتبحثوا على الانترنت رح بتلاقوا كثير دروس. لذلك في شيء اسمه بناء الشخصية يفترض يكون عندك. في فيديو سجلته إذا بتتذكروا، أو حتى موجود هو على القناة بشكل رئيسي، عم يحكي إنه أول خطوة لحتى تدخل بعالم التصميم، البرمجة، المونتاج، هذه العوالم، يفترض أنك أنت تتعلم الكلام، تتعلم كيف تبيع. شو بيهمني أنا إذا أنت عملت بروشور غير قادر على بيعه؟ ولحتى تتعلم الكلام يفترض يكون عندك نظرية ثقافية، يكون عندك فلسفة، يكون عندك طريقة وأسلوب بالكلام. وهذا الأسلوب لن يأتي من فراغ، هذا يأتي من الثقافة الشخصية، من سعة الاطلاع ومن التفكير. حديثنا اليوم ليس عن هذا الموضوع، وإنما عن موضوع ممكن تلاحظوه غريب. لحاول اليوم أربط الموسيقى بالتصميم. عنونت الفيديو ببيتهوفن وقواعد التصميم، تحديدا لح أحكي عن خامسة بيتهوفن، السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. لمحة بسيطة فقط عن بيتهوفن. بيتهوفن ابتداء من السيمفونية الخامسة كان يمتلك مشاكل بالسمع، ما بيسمع. تخيلوا، موسيقي وعازف ولا يسمع. مسجل باسمه 9 سيمفونيات، أشهرهم الخامسة والتاسعة. السيمفونية التاسعة أكيد كلكم تعرفوها، والخامسة هي اللي بتبدأ ب وهي السيمفونية اللي نحن اليوم بدنا نحكي عنها، وبدي اربطها بقواعد التصميم. اكتر مبدأ لح بتلاحظوه موجود بخامسة بيتهوفن هو التكرارية. بيتهوفن اخذ مقطوعة موسيقية مجرد عدة نوتات فقط، وكررها على كامل السيمفونية. وكررها على كامل الحركة الأولى من السيمفونية لمدة 7 دقائق تقريبا. الحركة الأولى طبعا لازم تعرفوا أنه السيمفونيات عادة تبنى على 4 حركات. بيتهوفن عمل الحركة الخامسة بالسيمفونية التاسعة، مو هذا موضوعنا. بالحركة الأولى إذا بنبدأ ب بعدين بيرجع، ولاحظوا عم يكرر هاد الموضوع. بعدين بيوصل عنا بالسيمفونية لمقطع بيقول، تعاد من الأول، وهذا التباين في اللحن. لاحظوا انه بيبدأ اللحن بصدمة، صدمة كبيرة، بيخف اللحن قليلا، بعدين بيرجع للبداية للصدمة، بيخلق تباين. اذا نحن صرنا محققين التكرارية والتباين. طبعا اثناء السيمفونيه لح بتلاحظوا بجميع السيمفوني، بجميع المعزوفه، في عنا انسيابيه باللحن. الغريب بهي السيمفونيه انه هو يستخدم اداتين فقط، اداتين بقصد اداتين موسيقيتين. لح بتلاحظوا انه في توازن بين هذول الاداتين، عم يتوازنوا وعم يصير في عنا تجاوب بينهم. رح بتلاحظوا الانسيابية موجودة بأحد المقاطع بالسيمفونية. تكرر عبارة عن مقطوعتين، إذن مرتين مرتين، بعدين مرة مرة، بعدين بيرجع من البداية. لاحظوا هون كيف عم نحقق جميع قواعد التصميم. ما لح اتابع للنهاية، بتمنى انكم انتم شخصيا تكتشفوا كيف قدر بيتهوفن يطبق قواعد التصميم
ليس قواعد التصميم للجرافيك، ولكن قواعد تصميم أي شيء بحيث يتقبل الدماغ هذه القواعد. ذكرت سابقا أنا أنه هذه القواعد لست أنا مخترعها، وليس أي شخص هو مخترعها. هذه قواعد اكتشفت البشرية أثناء التطور، أو الفنانين بالمجمل أثناء تطور الفن اكتشفوا أنه هذه القواعد يميل الإنسان إلى محبتها، بيحبها هي الإنسان القواعد، ويشعر أنه هذه القواعد تعطيه نوع من الجمالية. لذلك سيمفونية مثل السيمفونية الخامسة اللي تم تأليفها تقريبا خلال 4 سنوات بين العام 1804 أو 5 وحتى 1810 تقريبا، هذه السيمفونية لازالت حتى الآن أحد أكثر السيمفونيات التي تعزف بموسيقى الكلاسيك، وأكثر السيمفونيات المألوفة في الموسيقى الكلاسيك، وذلك بسبب تطبيقها لهذه القواعد. طبعا لازم تعرفوا أنه بيتهوفن أضاف في هذه السيمفونية أمور جديدة للموسيقى. تخيلوا إنسان العام 1008 عم يستمع لهذا النوع من الموسيقى، لا يوجد هذا التطور الموجود عندنا حاليا. لازم تعرفوا أنه الكهرباء بدأت التسرب للناس ابتداء من العام 1900، إذا نحن قبل 100 سنة من تسرب الكهرباء للناس. هذه الناس عم تتفرج أو عم تستمع لهذه الموسيقى ليس عن طريق الراديو، وإنما عن طريق اللايف مباشرة وعلى أضواء الشموع بمسرح ممكن ما في تجهيزات رائعة، ولكن عم تسمع هذه الأمور، عم تسمع هذه الموسيقى. هذه موسيقى جدا حديثة بالنسبة لها. ولح تلاحظوا لما بتستمعوا للسيمفونية تحديدا الحركة الأولى، الحركة الأولى بالسيمفونية أروع الحركات، لح بتلاحظوا أنه 7 دقائق من تكرار نفس المقطع من دون أنه تحسوا أبدا أنه في تكرار للمقطع، وهذا أساس البيع في التصاميم. معلومة أخيرة، بيتهوفن ينحدر من مدرسة موتسارت، موتسارت يلي أكيد كلنا بنعرف معزوفاته ومنحفظهم، وأشهر هذه السيمفونيات السيمفونية 40. رح بتلاحظوا لما بتستمعوا أيضا للسيمفونية 40 لموتسارت أنه فيها نفس الأمور، نفس قواعد التصميم تتكرر، البساطة والانسيابية والتكرارية. رح بتلاحظوا أنه مقطع عم يتكرر كثيرا بكامل السيمفونية. لذلك مهمتكم لهذا الدرس أنه تستمعوا لهذه المعزوفة للسيمفونية وتحاولوا تحللوها ضمن قواعد التصميم. ما راح طول عليكم بالفيديو أكثر من هيك، ولكن بيهمني كمعلومة أخيرة تعرفوا أنه قواعد التصميم الأكاديمية لا تنطبق فقط على الجرافيك ديزاين أو حتى على الرسم أو الموسيقى، وإنما حتى تنطبق على الطبخ. لو أنتم عم تطبخوا أحيانا، اللي بيعرف يطبخ رح يلاحظ أنه عم يقوم بتكرارية معينة أو عم يقوم بتوازن وإنسيابية أثناء الطبخ. وحتى لو أنت عم تكتب قصيدة شعرية، لو أنت عم تكتب نثر أو أي شيء، لح بتلاحظ أنك عم تطبق نفس القواعد. مرة أخيرة، هذه القواعد ليس هناك شخص اخترعها، وإنما هي اكتشفت مع مرور التاريخ. بالنهاية بالتأكيد لو عندكم أي اقتراحات لمواضيع من هذه النوعية بتمنى أنكم تكتبوها بالتعليقات. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة الاشتراك بالقناة. هذا كل شيء لليوم. باي.